بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة اليوم هنتكلم عن مشروع يخص كل الشباب، مشروع يخص كبار السن، مشروع يخص ستات البيوت، مشروع داخل في جميع الأعمار المختلفة، مشروع بنسميه الذهب الأبيض اللي هو مشروع الحلاب، العبقار الحلاب. هنعمل النهاردة أو نقدم النهاردة إن شاء الله دراسة جدوى 10 أبقار حلاب خليط متوسط الأضرار بتاعهم 10 كيلو يومي، متوسط الأضرار بتاعهم 10 كيلو يومي. هنتكلم عن سعر الأبقار والتغذية الكاملة، زي التغذية الكاملة سواء على الأعلاف أو على العلف الأخضر أو العلف المركز. هنتكلم عن تكاليف الأعلاف، وهنتكلم عن التحصينات، هنتكلم عن الإنتاج اليومي والربح اليومي، هنتكلم عن تطوير المشروع وإزاي توسع المشروع، التكاليف الزراعية إيه وأنواع المحاصيل الزراعية اللي هتزرعها إيه. يعني هنتكلم عن كل شيء وأوضح لك الربح النهائي كام. تمام، بس الاول هنقدم ملحوظه، العشر ابقار الحلاب اللي هنجيبهم ما هنجيبهمش كلهم عشر ولا هنجيبهم كلهم والدين، هنجيب 5 عشر و5 والدين. ليه؟ عشان اضمن عمليه استمرار انتاج الالبان مستمره بصفه ايه، بصفه مستمره. تعالوا الاول هنتكلم عن الزراعه، شراء الابقار. مشروع الابقار الحلاب يا جماعه بيجدد نفسه كل 3 سنين، يعني انت مثلا جبت 3 ابقار، جبت 10 أبقار، من المفروض ان بعد 3 سنين يكون معاك 8. بيجدد نفسه كل 3 سنين، ده رأس المال، رأس المال نفسه. غير مشروع عجول التسمين، عجول التسمين بيجدد نفسه كل 4 سنوات. تعال نتكلم لو عن الزراعة، ايه اللي محتاجه ازرعه. هنتكلم عن في الشتاء نزرع البرسيم وفي الصيف نزرع الدراوة. طيب احتياج البقرة اليوم من البرسيم 30 كيلو برسيم. تمام، طيب 30 كيلو برسيم لو هنضربها في 30 يوم يعني محتاجة في الشهر حوالي 900 كيلو، يعني محتاجة طن. طيب العشر ابقار هيحتاجوا كديه، فدان واحد يكفي 10 أبقار برسيم، يعني لو انا زرعت فدان واحد برسيم هيكفي 10 أبقار. تمام، ده بالنسبة للبرسيم. ده في الصيف، يبقى في الشتاء بقدم برسيم وعلاف 5 كيلو علف زائد 2 كيلو تبن. طب في الصيف بقدم دراوة زائد 5 كيلو علف زائد 2 كيلو تبن. طيب سعر الفدان في الزراعة، بقى هنتكلم عن سعر الفدان وسعر المية والتجوي السماد. تعال نعرف التكلفة بتاعته. سعر الفدان نجرات ب 600، يعني الفدان عامل 12,000 جنيه، وفي أماكن على فكرة سعر الفدان بيكون أقل من 600 جنيه. المية هنقوله 3,000 جنيه، التجوي والسماد هنقوله 3,000 جنيه، يعني وصلنا حوالي 18,000 جنيه اللي هي تكلفتها، التكلفة بتاعة الفدان زراعته على طوال السنة. طيب الفدان بيتي 10 طن برسيم هتكفي 10 عجول. طيب احنا خلصنا كده من ايه، من الزراعة، من زراعة البرسيم والضراوة صيف وشتاء. طب تعالوا نتكلم عن الاتبان، محتاج كمية التبن كدية او بمبلغ اشتري كدية تبن. احنا قلنا 2 كيلو يوميا تبن، 2 كيلو في 10 ابقار يعني 20 كيلو يوم، وهنضربهم في 365 اللي هو عدد الايام، هيطلع معانا 28 حمل. في سعر الحمل السنه دي في بعض الاماكن كانت 150، وبعض الاماكن كانت 200، وبعض الاماكن كانت 250. تمام، هنعمل متوسط اللي هو 200، يبقى محتاج انا 5700 جنيه هشتري بيهم ايه، الاتبان اللي هتقضيني طوال السنه. طيب تعالى بعد كده نتكلم عن التحصينات، التحصينات اللي عايزها وطرقها ومواعيدها. التحصينات محتاج حمى قلعيه كل 4 شهور، يعني احصل حمى قلعيه كل 3 مرات في السنه. او في حاجه تاني ان انت تحصن وبعد 21 يوم تدي الجرعه المكثفه، دي بتقضي 6 اشهر، يعني بدل ما تعمل انت ايه مثلا على 3 مرات في السنه او 4 مرات في السنه، لا تعملهم على اساس انهم مرتين تدي الجرعه، وبعد 21 يوم تدي الجرعه المكثفه، كده انت حصنت لمده 6 شهور. بعد كده الجلد العقدي،
كل مرة كل 6 شهور، بعد كده حمية الكوليسترول دي، بعد كده تطعيم الأنترو 3. الأنترو 3 ده اللي هو عشان الإسهال في الأبقار لما تولد، البقرة لما تولد الجنين نفسه الإسهال، عملية الإسهال للعجول الصغيرة، فإحنا بنطعم فيه في الشهر الأخير، ده تطعيم أو تحصين في الشهر الأخير. طيب كده اتكلمنا عن التحصينات، واتكلمنا عن الأتبان، واتكلمنا عن الزراعة. هنتكلم بعد كده عن التغذية الأعلاف. يا جماعة الأبقار اللي إنتاجها متوسط اللي هو 10 كيلو، والله 4 كيلو علف مركز بس يكونوا مظبوطين يكفيهم. أنا مقدم لكم 5 كيلو علف، و5 كيلو علف بروتين عالي، بروتين عالي. هنقول 5 كيلو علف يومي زائد 2 كيلو تبن، ده الأعلاف ثابتة. 5 كيلو في الليل زائد 2 كيلو تبن، مع إن 5 كيلو اكتار مش قليلين. تمام، هنحسب 5 كيلو في 365، يبقى العجلة هيحتاج البقرة هتحتاج طن و800 كيلو في سعر الكيلو 15 جنيه، يبقى الأعلاف كلها في البقرة الواحدة عاملة 27,000 جنيه، يبقى في العشر أبقار عاملة 270,000 جنيه. دي تكلفة هي الأعلاف طوال السنة، طوال السنة. هتقول لي سعر كيلو العلف 15 جنيه قليل، انا هعمل لك، انا هقدم لك الخلطه في نهايه الفيديو، هقدم لك الخلطه وباسعار عاليه، وفيها فول، وفيها كسبة بذرة قطن، وفيها ذره، وفيها رده، وفيها كل حاجه، فيها كل حاجه، وبسعر 15 جنيه. تمام، بلا ابعدوا شويه عن الاعلاف الجاهزه والاعلاف المقدمه، اعمل خلطتك بيدك وتعلم. تعالوا بعد كده نحسب ايه، تعالوا كده نشوف التكاليف قد ايه، نشوف التكاليف قد ايه والارباح قد ايه. حساب الارض قلنا الايجار 12,000، المياه 3,000، السماد والتجوي 3,000، يبقى اجمالي الارض 18,000 جنيه. تعالوا لو هنحسب ال 18,000 جنيه دول هنقسمهم على 10 ابقار، وبعد كده اقسمهم على 12 شهر، يبقى البقره هتحتاج شهريا 160 جنيه. 160 جنيه ده عشان الارض، البقره الواحده في اليوم، اليوم بتاعها كام؟ 160 جنيه في الشهر، اسف، في الشهر 160 جنيه. طيب تعال نحسب بقى حساب الاعلاف، الاعلاف 270,000 جنيه، يبقى البقره الواحده تحتاج في الشهر كام؟ 2250 جنيه. طيب حساب الاتبان 5700، يبقى البقره الواحده تحتاج في الشهر قد ايه؟ ب 47 جنيه. التحصينات والاناره ونسلات اخرى هنقول 10 جنيه ثابته يوميا على طوال السنه، هتطلع ب 300 جنيه في الشهر، وب 3600 ايه في السنه. تمام، ما هنخش تحصينات يا جماعه في الابقار ب 3600 يعني، هي واناره، والاسعار دي متقاربه قبل الزياده وقبل النقصان عشان التعليقات. يعني احنا كده عرفنا ايه التحصينات والاناره، وحسبنا الاتبان، وحسبنا الاعلاف، وحسبنا الارض، وحسبنا السماد والميه، وحسبنا ايه كل حاجه. هتقول لي عماله، مشروع الحلاب العشر ابقار ما يحتاجش عماله، ما يحتاجش عماله. انت لازم تكون متفرغ، الشخص اللي هيربي الحلاب لازم يكون متفرغ، حتى لو هتجيب عامل لازم تكون شخص متفرغ. تمام، شخص هدي عامل معاك يكون انت شخص متفرغ. طيب تعالوا كده نحسب بعد كده نحسب المصاريف الشهريه قد ايه. هنقول 160 جنيه برسيم، 2500 جنيه اعلاف، 47 جنيه تب، 300 اللي هم نسريات الكهرباء والميه والتحصينات، يبقى عاملين 2757 جنيه. ده تكلفه البقره اللي هتكلف الكليه اللي هتصرفها البقره خلال الشهر. طيب الربح قد ايه؟ 10 كيلو، 10 كيلو في اليوم في 30 يوم، نضربهم في 15، في 30 يوم اللي هو مده الشهر، في 15 جنيه اللي هي مده سعرها، السعر بتاع الالبان. انا جاي اكتب لك 15، والله في اماكن سعر كيلو لبن تخطى ال 15 جنيه، تخطى ال 15 جنيه. هيطلع معايا 4500، هنطرحها من، يبقى عندي التكاليف قد ايه؟ 2757 دي التكاليف، والارباح 4500، نطرحهم من بعض يبقى صافي الربح 1750، 1750 ده صافي الربح. وفي برضك موارد اخرى للربح هوريها لكم في نهايه الفيديو ان شاء الله. يبقى صافي الربح كان 1750، ده في البقره الواحده في الشهر. هتقول لي احنا ده في مده 6 اشهر، يعني البقره هتحلب معايا في مده 6 اشهر. تمام، البقره هتحلب معايا مده 6 شهور.
طيب بعد الست شهور فترة جفاف. طيب فترة الجفاف دي هنقوله الخلفة أو الولدة، البقرة الوحدة هتجيب ذكر أو انتهى، هنقعد نرضعه، وبعد ما نرضعه هنقعده كام شهر لغاية ما يوصل ست شهور، يعني يوصل معايا وزن 120، مش ست شهور يعني، ممكن 14 15 يوصل معايا وزن 120. وزن ال 120 حاليا بيساوي 20000 جنيه، 20000 جنيه هتقعد للابقار فتره، ما احنا قلنا في ست شهور هم بتوع الحليب اللي هم فتره العشر، وفي شهرين قبليهم يعني 8 شهور حليب. لا احنا هنقعد الشهرين الاول يرضع العجل، وبعد كده نبدا في مرحله الفطام في الشهر الثالث، يبقى احنا استخدمنا الحليب ست شهور بس. والعشرين ألف جنيه لتمن الخلفة أو الولدة نستخدمها في فترة الجفاف. يبقى إزاي نطور المشروع؟ إزاي نطور المشروع؟ 10 كيلو لبن يومي، 10 كيلو لبن يومي طور مشروع. أنت ممكن مشروع حلاب تدخله مشروع، يبقى معاك مشروع تسمين. ممكن تعمل مشتقات الجبنة، من جبنة، من سمنة، من رايب، من كل شيء. يعني عندك مجالين، ان انت تعمل مشتقات للجبنة، او تتجه للي تاخد الولدة اللي عندك او الخلفة اللي عندك وتعمل مشروع تسميم. ده مراحل التطوير. طيب انت عندك 10 كيلو يومي، في احنا هوريكم العمالة ازاي تدفع تمن العمالة، لو هتشغل مثلا 2 أو 3 تدفعهم ازاي، وتمن اللي حشت لك البرسيم، وتمن تمن حاجات كتير هوفرها لك انا دلوقتي. احنا هنقول 10 كيلو يومي، لو هعملهم انا جبنه، مشتقات جبنه وبتاع، هيطلع لي كيلو سمنه، وهيطلع لي جبنه، وهيطلع لي رايب، هيطلع لي انا لو اشتري الالبان اشتري لبن، هيطلع لي صافي. وفي على فكره انزل فيديو مشتقات الالبان بصافي 80 جنيه يومي. يبقى ال 10 كيلو لبن اللي اشتريهم من نفسك، اشتريهم من نفسك، ال 10 كيلو لبن يومي هيطلعوا لك صافي ربح، صافي ربح من الجبنة، من بيع الجبنة والسمنة والرايب 80 جنيه. 80 جنيه في 10 أبقار طالعه ب 800 جنيه، هتدفع الايجار وتدفع الميه يعني ده ارباح تاني. 800 جنيه هتدفع ثمن الاله اللي هتحلب بيها، وتدفع ثمن العامل اللي عندك، وتدفع ثمن اللي هيعيش لك برسيم، يعني وممكن تشغل عامل تاني معاك في الجو بداخل المزرعه. ده كله من مراحل التطوير تقدر تدفعه، انك تشغل وعامل كمان يبيع، هو اللي يروح يبيع ويشتري 800 جنيه يومي. 800 جنيه يومي ده انت لو هتشغل 3 عمال ما ياخدوش معاك ال 300 جنيه وتبقى انت كسبت 500 جنيه. تمام. ده طب ال 80 جنيه يومي في البقره الواحده طالعه ب 2400 جنيه، 2400 ده شهري، 2400 شهري في 10 ابقار يبقى 24000 جنيه شهري. ده ربح من تطوير المشتقات الألبان، مشتقات الألبان اللي هي الجبنة والسمنة والرايب. تمام. تقدر تشغل عامل واثنين، وتقدر كمان تشغل واحد يجيب لك الربيع، يحش الربيع ويجيب لك الربيع، يعني تقدر تدخل العمالة زي ما انت عايز. وكده انت طورت المشروع، تقدر تكبر المشروع شوية شوية. تعالوا كده نتكلم عن العلفة بتاعتنا. العلفة بتاعتنا هنقول للحلاب 450 ذرة، 100 بذرة قطن، 150 كيلو فول بلدي، 150 كيلو فول بلدي، 100 بذرة قطن، 450 ذرة. كام كده؟ 500 600 كده 700 و200 ردة أو نخالة. لو أنت عندك توافر قريبة منك كسب فول الصويا، لو هتدخل مثلا 100 كيلو كويسة قوي يا جماعة، تلغي مثلا ال 100 كيلو بتوع بذرة القطن وتدخل كسب فول الصويا، هيكون بروتين أعلى وأفضل. الخلطة دي يا جماعة الكيلو فيها ما يتخطاش 15 جنيه وتبقى أنت عاملها. احسن ما تروح تجيب الكيلو ب 18 و19 من الجاهز، وخلطتك انت عاملها بيدك، عارف ايه مكوناتها، مش هتعمل لك سمنه في البقره، مش هتسبب مشاكل في الالبان، مش هتعمل عقد بكتيريه في الالبان. خلصت كده الحلقه، وشكرا لكم.